السلام الله عليكم، أهلا وسهلا بكم إلى هذا الموعد الجديد من قراءات. قامت الإذاعة منذ ظهورها في بداية القرن العشرين بأدوار مهمة في نشر الخبر، في الإعلام بشكل عام، في التثقيف، في التربية، في البروباغاندا، وقامت بأدوار كثيرة، ولكنها تقترن عندنا في جزائر الثورة تقترن اقتراناً مهماً بالجهاد، ذلك أنها كانت صوتاً في تعريف الجزائريين وحتى خارج الجزائر بالثورة التحريرية الكبرى، وكانت دافعاً للجهاد، وما زالت إلى يومنا هذا تعمل على أدوار مهمة برغم هذا الفضاء الإعلامي الكبير وهذا الوسائط التعارف، وسائط المعرفة الاجتماعية الذي أصبح منتشرا بشكل فظيع. برغم كل هذه الأدوار التي تقوم بها الإذاعة، نجد أن الكتب التي تتحدث عن الإذاعة قليلة وقليلة جدا. من الكتب التي وجدناها في السوق متحدثة بشكل جيد عن الإذاعة وبخاصة الإذاعة في الجزائر، كتاب الإذاعة كما رأيتها وكما أراها للأستاذ خليفة بن قرة. أستاذ خليفة بن قرة، أهلا وسهلا بك. أهلا أستاذ خليفة بن قرة، أنت إذاعي، أنت صحفي إذاعي، وأنت أستاذ مشارك في عدة جامعات. بدأت العمل الإذاعي عام 1974، وهو العام الذي بدأت فيه الدراسة في الجامعة. أنت ارتقيت من صحافي إلى رئيس تحرير، إلى مدير الأخبار، إلى مدير لمحطات جهوية، وأنت أنشأت بعض المحطات الجهوية بالصحراء. أنت الجهة الأخرى للأستاذ خليفة بن قرة، أنت مؤلف مجموعة من الكتب أتحدث عن اللغة العربية في الجزائر من الحضر إلى الحجر، الجزائر التي بإمكانها أن تقلع، وعندنا أمة في المفترق، وعندنا عرب الهزيع الأول من الليل، وعندنا كتاب آخر، الكتاب الأخير حديث جزائري، هذا أول كتاب، أول إصدار. واليوم سنتحدث عن الإذاعة كما رأيتها وكما أراها، كما رأيتها الأستاذ خليفة بن قرة. أستاذ خليفة، ما الداعي لتأليف هذا الكتاب؟ شكرا الأستاذ جلاب. أولا اسمح لي أن أحيي مشاهديك وأقول لهم سلام الله عليكم، وتكاثروا حول قناتكم التي أرجو أن تقوم بالخدمة العمومية كما ينبغي أن تقام الخدمة العمومية، وأحيي أيضا زملائك المنتشرين على هذه الكاميرات ومن وراء الزجاج، جنود الخفاء كما نسميهم دائما، ولكنهم هم الجنود الحقيقيون في الحقيقة. احنا رانا غير نظهروا هكذا برك يعني. نرجع إلى سؤالكم. أنا عندما بدأت التدريس أو المشاركة في إعطاء دروس في الاتصال والإعلام في جامعة بسكرة، وجدت أن ليس هناك أي وثيقة تتكلم عن الإذاعة، وأنا كنت ورطت طالبتي في ذلك الوقت أن ينجزوا بحوثا حول الإذاعة، ولكن الإذاعة ما هيش موجودة يعني في كل ما تحتويه أو تحتوي عليه المكتبة الجامعية. منذ ذلك التاريخ، أنا نتكلم على 2003-2004 يعني، وأنا كنت مدير المحطة الجهوية بسكرة، كانت تسمى إذاعة الزيبان. في ذلك الوقت بدأت أنقب على بعض الوثائق على المستوى الوطني وعلى المستوى العالمي التي تتكلم على الإذاعة، وقلت لما لا أجمع بعض المعلومات الأكاديمية أضيف إليها جزء من تجربتي المتواضعة وأقدمها للطلبة كأول منتوج أو كخطوة أولى. كنت أتمنى أن الإخوة يعني الأساتذة أو حتى أولئك الطلبة الذين أصبحوا دكاترة فيما بعد أنهم يعبدوا الطريق في الحديث عن الإذاعة.
ولأن هذه الإذاعة هي أستطيع أن أقول إنها أكبر منتوج قام به الإنسان في العصر العشرين، منذ أن حول قلص المسافة ماركوني وحولها من الكتابة إلى الكلام، إلى الكلام منذ ذلك الوقت. وهذه على فكرة، الفكرة هذه، فكرة تقليص المسافة، هي فكرة يونانية قديمة. يعني معناها كان اليونانيون القدامى باعتبار المجتمع المفكر الأول كما يؤرخ له الكثيرون، كان يبحث عن الانتصار على المسافة. فجاء ماركوني ونقدر نقول أنه وضع عبة الطريق للانتصار على المسافة، التي أصبحت اليوم كأن المسافات غير موجودة يعني أصلا، سواء من خلال الإذاعة أو من خلال وسائط التواصل الاجتماعي الأخرى. هذا على الإذاعة كيف جاتني الفكرة أني أدبج. أنا لا أسميه يعني عمل أكاديمي بمقدار ما أسميه إعادة توظيف لمعلومات قديمة مطعمة بسيرة مهنية لرجل قد يكون أخطأ أكثر مما أصاب في الميدان الإذاعي يوم كانت الإذاعة، وأظن ما زالت يوم كانت الإذاعة أحد مؤسسات الدولة، كما قلت يعني تكرمت في البداية، في الإعلام، في التثقيف، في الترفيه، في خلق رأي عام وذوق عام راقي. كل هذه هي الأدوار التي يجب أن تقوم بها الإذاعة. الإذاعة في ذلك يعني الإذاعة الجزائرية كانت تقوم بنقدر نقول بمجموعة من هذه الأدوار. هل أخطأت، هل أصابت، نسبة الخطأ إلى نسبة الصواب، هذا حديث آخر. بالنسبة أنت تتحدث عن الإذاعة، في البداية الأدوار كانت هذه هي الأدوار التي يقوموا بها. الظهور عندنا كجزائريين، سبقنا بعض العرب إلى إنشاء إذاعة، تحدث لنا عن هذه القضية. هو في الحقيقة أول ظهور للإذاعة في البلدان العربية هي ظهور في الجزائر، رغم أنها كانت تحت الاحتلال الفرنسي. الجزائر في زمن الفرنسي، في العهد الفرنسي يعني ظهرت في 25، ولكن يعني كإذاعة كمحطة تجارية تروج للسلع إلى منتجات المصانع التي كان يقوم بها المعمرون في نهب ثروات هذا الشعب. في 1929 أصبحت إذاعة بالمفهوم يعني المتعارف عليه. لماذا في 29؟ لأنها كانت ضمن البرنامج الكبير الذي أقامته فرنسا بمناسبة الاحتفال بالمئوية الأولى للاحتلال. في هذاك الاحتفال بالذكرى المئوية الأولى كانت فرنسا يعني تحتفل تحت شعار أمة في طور التشكل، بمعنى أننا ليس هناك جزائريون، خلاص انتهوا من هذه الأرض، وهناك أمة أخرى تتكون من شتات. يعني ربما ليس هذا هو المجال للحديث عنه، وهو للمؤرخين أكثر مما يكون لي، ولكن قلت أن الإذاعة في ذلك الوقت أصبحت الجزائر أول بلاد عربية تكون فيها إذاعة. إلا أن أول برنامج بث بالعربية بث في القاهرة سنة 1934. هذا هو التطور. ومن بعد بدأت كثير من الدول العربية التي كانت إما تحت الانتداب أو كانت مستعمرة بشكل غير مباشر، بدأت برامجها بالعربية. طيب نتحدث عن الجزائر. الإذاعة في الجزائر في زمن الاستعمار الفرنسي، مرت الإذاعة في الجزائر في هذا الوقت بثلاث مراحل كما تقول أنت في كتابك، لو حددت لنا المراحل الثلاث. المرحلة الأولى تبدأ من 1929 كما أسلفت إلى 1946،
وهذه المرحلة كانت كل البرامج موجهة إلى الفرنسيين، يعني لا الجزائريين كانوا خارج مجال التغطية، يعني لا، لأنهم في نظر الفلاسفة، فلاسفة الاستثمار، كانوا يعتقدون أنه لا وجود للجزائريين. يعني أمة اسمها جزائر خلاص. يعني في 46، يعني إلى 46 في يعني في زمن الحرب العالمية الثانية احتاجت فرنسا إلى الجزائريين، وبدأت توجه بعض البرامج، برامج حينما أنشأت قناة بالعربية وقناة بالقبائلية، وربما من بعد نقولوا علاش القبائلية يعني بالضبط. دور هذه القنوات أو دور الإذاعة في هذه الفترة هو تحريض الجزائريين على المشاركة بقوة في الحرب والدفاع عن فرنسا، وفي نفس الوقت تحبيب الاستعمار الفرنسي ليهم، يعني معناها أنه يرضوا به، وكما كانوا يقولوا بعض المفتيين في ذلك الوقت أن فرنسا قضى وقدر ولا يجب أن نتجاوز القضاء والقدر كمسلمين. المرحلة الأخرى من 46 إلى 54، وفيها أيضا حاول يعني استدركت بأن هناك أمة في طريقها إلى الوعي، خاصة بعد مجازر 1945 8 ماي 45 ويقظة الوعي الجزائري النائم، فبدأت تركز على أن الجزائر هي جزء أساسي من فرنسا، ولا بد أن يلتف الجزائريون كلهم، الجزائريون وليس يعني معناها الشعب الجزائري، يعني اللي كانوا يعيشوا في هذه الخارطة، يلتفوا حول فرنسا باعتبارها هي الأم التي يجب أن تحتضن كل أبنائها. المرحلة الثالثة والأخيرة هي من 54 إلى 62. في هذه المرحلة فرنسا كثفت، لأن انطلقت الثورة المسلحة المباركة، كثفت فرنسا في برامجها المختلفة، كثفت على محاولة الإساءة إلى الثورة وتشويهها وتشويه مناضليها وتشويه المجاهدين، وذهبت بعيدا يعني بحيث أنها أنشأت حتى بعض الإذاعات الجهوية على غرار الإذاعات الجهوية اللي راهي الآن، أنشأت الكثير من الإذاعات الجهوية وفبركت كثير من الحصص في محاولة إلى أن فرنسا هي التي تقوم بثورة ضد التخلف، يعني أما الذين يحاربون في الجبال وفي المدن فأولئك أناس خارجون على القانون ليس إلا. احنا في ثورتنا المظفرة الكبرى استفدنا من الإذاعة بشكل كبير، من خلال إذاعات كانت تبث من الدول العربية وإذاعات كانت تبث من الداخل. حدثني عن التجربة، وهي تجربة مهمة جدا بالنسبة لنا كجزائريين. هو نارني في الكتاب قلت باللي الجزائر في الإذاعة والإذاعة في الجزائر. الجزائر في الإذاعة، أن أنت تعرف والمشاهدون الكرام أيضا كثير منهم يعرف، أن في الخمسينيات حينما قام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بانقلابها أو بالثورة كما أصبح يطلق عليها، ضباط الأحرار، ثورة الضباط الأحرار، حاول أن يستقطب الأمة العربية من خلال إذاعة صوت العرب. يذكر مدير صوت العرب الراحل محمد سعيد أنه كان هناك فقر في المعلومات عن الجزائر، ومع ذلك أنهم كانوا يبحثون في مختلف الوثائق القديمة، سواء التي بحوزة العثمانيين أو بحوزة الأزهر إلى غير ذلك، يتحدثون فيها عن الجزائر وعن ضرورة يقظتها، هذه قبل الثورة، يعني أنا نتكلم 52-53. لما انطلقت الثورة، مما يروى أن بيان أول نوفمبر أيضا أذيع في صوت القاهرة، بعدها تبنت
القاهرة خاصة تبنت الثورة الجزائرية إذاعيا، بحيث بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. شيئا برنامج بالعربية موجه إلى الشعب الجزائري، وموجه أيضا إلى القادة الذين يقودون المعارك في الجبال، وبرنامج إلى الرأي العام الفرنسي والرأي العام العالمي بصفة عامة. إذن هذه ذات القاهرة. من بعد ابتداء من 56 وانت جاي، هذه كل الإذاعات بل كل المدن، مثلا في ليبيا اللي ربي إن شاء الله أنه يرفع مقته على إخواننا الليبيين ويهديهم، يعني يهدي المتناحرين. هذه كان في العديد من المدن الليبية كانت هناك إذاعات تتكلم عن الثورة الجزائرية وعن المجاهدين وعن البطولات التي يحققها الثوار في ميدان المعركة، كذلك في دمشق، كذلك في العراق، كذلك في بغداد إلى غير ذلك. في تونس والمغرب، هذو الجناحين الكبيرين اللذين كان يرددان كل ما تقوم به الثورة أو لا حتى لم تقم به، باعتبار أن الدعاية جزء من الإعلام. شهادة للتاريخ، يعني لابد أن تذكر أن العاملين
العاملين في تلك الإذاعات هم أولا كانوا من الطلبة الجزائريين الذين يزاولون تعليمهم سواء في القاهرة أو بغداد أو دمشق أو تونس أو ليبيا أو غير ذلك أو المغرب. ونذكر هنا أن أول رئيس تحرير للإذاعة الجزائرية المستردة استقلالها هو أحد المقدمين والمذيعين في إذاعة القاهرة، وهو الراحل الأستاذ الكبير نور عبد القادر. يعني معناها يحكي كما يحكي غيره منهم، أيضا الأستاذ محمد بهري رحمه الله الذي كان يدير إذاعة الجزائر، نقدر نقول إذاعة الجزائر في دمشق، أنه لم يتصل بهم أحد من الجبهة ولا من الدولة المضيفة في توجيه ما يقولون من رسائل. شوف يعني معنى هذه الحرية التي كانت للصحفيين وللعاملين في الإذاعة من طرف الجميع، من طرف قادة جبهة التحرير الوطني وأيضا من زعماء ورؤساء تلك الدول. هذه الجزائر في الإذاعة. الإذاعة في الجزائر أنه بعد مؤتمر الصومام 56 من بين التوصيات التي أصدرها أنه ضرورة إنشاء إذاعة لتقوم بدورها في تجنيد المستمر للسكان وللمواطنين في المعركة الكبرى المصيرية لتحرير الوطن، ولدحض ادعاءات الاستثمار الفرنسي بأن المشكل هو مجرد مشكل فرنسي داخلي، إلى غير ذلك من الأدوار التي يمكن أن تقوم بها الإذاعة. وكان ينتظر أن تنطلق الإذاعة في 1 نوفمبر 56، إلا أن نقص الإمكانيات يعني أجلها إلى ديسمبر 56. في ديسمبر 56 لعب سي بن طوبال الله يرحمه، الذي كان مكلف بالاتصالات، لعب دورا كبيرا في الإسراع بإنشاء هذه الإذاعة، وأوعز إلى يعني المجاهد مسعود زقار الذي كان يسمى أو لقبه الحركي رشيد كازا، إلى أن يوظف صداقته مع الأمريكيين في جلب ما يمكن أن يكون يعني جهاز إرسال. وبالفعل زقار من الجزائريين الأحرار الذين استطاعوا أن يروجوا للثورة على حقيقتها وأن يكسب ود الأمريكيين، فزودوه بجهاز إرسال من مخلفات الحرب العالمية الثانية. وضع هذا الجهاز الإرسال على ظهر شاحنة جي ام سي كانت تجوب الأحراش والوديان والوهاد في الريف الغربي المغربي. كانت تبث بثلاث لغات إن شئنا: اللغة العربية واللغة القبائلية واللغة الفرنسية، وكل موجه إلى الفئة المقصودة. نعود نرجع برك بين قوسين إذا سمحت، علاش اللغة القبائلية؟ لأن الاستوديو أو القناة القبائلية التي أنشأتها الإذاعة الفرنسية كانت من خلالها تحاول أن تفصل أهلنا وإخوتنا في منطقة القبائل عن بقية الجزائريين، باعتبار أنهم لهم ذات خاصة وأنهم لا ينتمون إلى هذه الهوية الكبيرة. فالإقرار الثورة بوجود يعني بث بالقبائلية أيضا لتضحض هذه الفكرة من أساسها، وأظن أنها نجحت إلى حد كبير، باعتبار أن الجزائريين الذين قاموا ضد فرنسا لم يكونوا يسألون أنفسهم من أين أنت، بل كان تقريبا هذا السؤال محل شبهة لصاحبه. يعني كنجي نقول لك أنت يا سفرحات منين في ذاك الوقت،
تتوجس خيفة مني وقد يجرني سؤالي إلى المحاكمة. قال نحن جزائريون من سواحلنا إلى أقصى صحارينا ومن حدودنا الشرقية مع الشقيقة تونس إلى حدودنا الغربية مع الشقيقة المغرب. إذن نعم إذن هذه هي الفلسفة التي جعلت أن يكون بهذا الثلاث لغات. أنت تتحدث في كتابك عن صوت الإذاعة الجزائرية السرية، كان صوت مهم في نقل الأخبار، نقل الأخبار إلى القادة وإلى الجزائريين والرسائل المشفرة وإلى تأثير في الناس وتعريفهم بالثورة وبقيمتها من أجل الاستقلال، وانخرط عدد كبير من الجزائريين بعد سماعهم للإذاعة لأنهم كانوا معزولين عن الخبر الحقيقي للجزائر. حدثنا عن صوت مهم هو عيسى مسعودي في التأثير في الناس. شوف هي والحديث طويل يعني، ولكن أنا نقول برك نقول لك ونقول للمستمعين أنه منذ أعلنت جبهة التحرير الوطني أن هناك إذاعة ستنشأ حتى أصبحت هناك ندرة في أجهزة يعني في المذياع، مما جعل فرنسا أيضا تتنبه إلى هذا الشيء، يعني معناها أصبحت هناك ندرة. قادتنا يعني قادة الثورة في ذلك الوقت، أنا أقول ربما أنهم كانوا يفوقوننا ذكاء ومعرفة بدور كل هذه المؤسسات التي جاءت نتيجة عبقرية الإنسان، ومنها الإذاعة. الإذاعة هي وشن هي؟ هي أولا موهبة، الإذاعة موهبة وتحصيل وإرادة وصوت، هذه هي الإذاعة. وظفت الثورة، وظفت في معركتها الأثيرية من لهم هذه الخاصية. وربما من فاق هؤلاء جميعا هو الراحل عيسى مسعودي رحمه الله. عيسى مسعودي أذكر أن أنا لم أسمعها يعني من الرئيس الراحل هواري بومدين ربي يرحمه، ولكن من البعض الذين عايشوه وصادقوه ربما، أنه قال نجاح الثورة يعود في 50% منه إلى الإذاعة، وهذا النجاح تاع 50% يعود إلى صوت عيسى مسعودي، الصوت الجهوري القوي الذي كان يهز الأرض. وأذكر أنا كصحفي يعني عشتها مع الحديث مع بعض المجاهدين الذين يعني نتكلم على تحقيقات أجريناها في بداية الثمانينيات مع المجاهدين الذين كثيرا منهم ارتحل إلى جنة الرضوان إن شاء الله. كان هؤلاء القادة يقولون لي عن عيسى مسعودي، كانوا يقولون حينما نكون قريبين من مركز عسكري فرنسي أو ثكنة نمنع المجاهدين من سماع صوت عيسى مسعودي. الانخراط العاطفي الكبير لأنهم يتمردون على الأوامر. صح. يعني شوف إلى أي مدى كان صوت عيسى مسعودي رحمه الله يصنع الحدث وحده. وإن كنت أستاذ أنت تقول أن بومدين غير مؤكد أن يكون في كتابك، غير ممكن أن يكون قال هذا الرأي في عيسى مسعود، يعني فيه شيء من مبالغة تقول في كتابك. طيب حدثني عن أهمية بسط السياسة الوطنية على مبنى الإذاعة والتلفزيون في ذلك الوقت. الإذاعة والتلفزيون كان واحد. نعم هي أنت وحتى أنا يعني معناها في ذاك الوقت ما كناش منتمين إلى هذه المؤسسة للأسف، كنا صغار. ولكن اتفاقيات إيفيون من بنودها أن تبقى الإذاعة والتلفزيون تحت السلطة الفرنسية بعنوان بين قوسين التعاون الثقافي والتقني وإلى غير ذلك. لما استعادت الجزائر استقلالها واسترد الشعب دولته ما زال العلم الفرنسي يرفرف على مبنى الإذاعة. عمال الإذاعة في ذلك الوقت، الإذاعة والتلفزيون طبعا
في ذلك الوقت هم خليط من الذين ورثتهم الجزائر عن الإدارة الفرنسية، كانوا يعني تقنيين وعمال مذيعين أيضا في الأقسام العربية إلى غير ذلك، وهذا لا ينقص من وطنيتهم على فكرة، لأنهم أيضا قاموا بأدوار لا يعرفها إلا المجاهدون الذين كانوا في ذلك الوقت، وللأسف أنه لم يكتب عنهم الكثير. قلت يتكون من هؤلاء الذين ورثتهم الإذاعة عن الإدارة الفرنسية، ومن الوافدين من مختلف الإذاعات العربية. الوافدون من مختلف الإذاعات العربية هم كانوا أحرص الناس ربما في اعتقادي على أن لا يروا هذا العلم الفرنسي، وقالوا كيف نحتفل بالذكرى الأولى لاندلاع الثورة المسلحة والعلم الفرنسي يرفرف على الإذاعة. فاتخذوا قرارا انفراديا، يعني معناها لم يأتي من لا من القيادة ولا من الشباب، كما الشباب تاعنا اللي راهم الآن وراء الكاميرا وراهم في الإخراج، شباب اتخذوا قرار قال باللي نهبطوا العلم. وكانت هناك فرقة للحراسة، فرقة عسكرية من الجيش الفرنسي تحرس لها. اطلع أحد المغامرين يعني الممتلئين وطنية وغيرة على البلاد، وهو عبد العزيز الشكيري رحمه الله، يعني منذ سنتين تقريبا توفي، أطلع ونحى العلم بدون أن يخاف من أن يقتنصه الحراس العسكريون. بلغ الخبر، أبلغ الفرنسيون القيادة تاعهم، اتصلت، أعطت 48 ساعة للجزائريين كي يعيدوا النظر فيما فعلوه. يقال أيضا من خلال شهادات الذين عايشوا الحدث في ذلك الوقت، يعني أنا هدرت معهم يعني مباشرة، قال لك جاهم الرئيس الأول، رئيس الراحل بن بلة، أحمد بن بلة، وقال لهم لماذا فعلت ما فعلت؟ هل أنتم قادرون؟ قالوا له قادرين. قال لهم قادرين على أنكم تواصلون الإرسال يا جماعة؟ قالوا له قادرين. يعني اجتمعوا مع أنفسهم بقيادة الراحل أيضا عبد الرحمن الغواطي رحمه الله، أول يعني أحد المديرين العامين الذين مروا على الإذاعة، كان تقنيا وكان يعرف الكثير من التقنيين، سواء الذين كانوا في الإذاعة السرية إذاعة صوت الجزائر المكافحة، أو الذين كان له اتصال بهم هنا في الإذاعة التي كانت تديرها فرنسا، واتخذ القرار بأن يواصلوا البث. مرت 48 ساعة ولم يحدث شيء من الانقطاع، وانتصر الجزائريون كما انتصر آباؤهم وأجدادهم في معاركهم ضد الاحتلال الفرنسي. نجاح كلي. حدثني بسرعة عن الجزائر المستقلة ودور الإذاعة. طبعا الجزائر ورثت نفس الإذاعات، يعني القناة العربية، القناة القبائلية، لم تكن مازال ما ولاتش قناة أمازيغية، يعني تجمع كل لغاتنا ولهجاتنا، والقناة الفرنسية بتغيير المحتوى. طبعا تغيير المحتوى بحيث أن ما دام هناك أغلبية غالبة من الجزائريين يتكلمون العربية، إذن هاي قناة بالعربية تجند بالدرجة الأولى لتحقيق المشروع الوطني، مشروع الجزائر في التنمية. احنا كنا مدمرين، يعني كما يقول علماء المال والاقتصاد في ذلك الوقت، لم تكن في خزينة الدولة إلا مليون فرنك فرنسي قديم، لم تكن يعني ما كاين والو. كان لابد على الجزائريين أنفسهم أن يتجندوا. الإذاعة لعبت دور كبير ومهم جدا في تجنيد الجزائريين حول المشروع. في نفس الوقت قامت بدور تعليمي، هي لم تلغي المدرسة أو تحل محلها، ولكنها أيضا استطاعت أن تعلم الناس
المستمعين الذين كانت مجموعتهم أغلبيتهم أمية كيف يتكلمون، كيف ينطقون العربية السليمة، كيف 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 كيف. ونحكي لك يعني إذا كان فيه يعني فقط. إذا لما كنت أنا هنا موجود في الإذاعة في زمن مضى، كانت هناك إحدى المتدخلات في أحد البرامج تاعنا تتكلم العربي، عندها صوت إذاعي ممتاز وتتكلم العربية بطلاقة. اتصلنا بالمذيعة في ذلك الوقت، قلنا لها إذا كنت تعرفي هذه السيدة قولي لها إذا لديها رغبة في العمل الإذاعي نجيبوها وتشارككم، يعني معناها تولي مذيعة. قالت لنا هذه أولا السيدة هي مش من هنا، هي من أقصى الشرق الجزائري، ثانيا هذه لم تدخل المدرسة إطلاقا. قلنا لها كيف؟ قالت كل ما تعلمته من الإذاعة. سبحان الله، يعني سبحان الله. وهذه والمذيعة ما زالت حية، وربما ربما السيدة هذه راهي حية، ربي يطولها في العمر، وإذا توفيت ربي يرحمها. سيد خليفة، كنت أحب أن أناقش معك قضايا مهمة أخرى كنت تحدثت عنها في الكتاب: الانفتاح الإعلامي، المحطات الجهوية، القنوات التي ظهرت في السنوات الأخيرة، شبابية وغير شبابية، موضوعاتية. كنت أحب أن أناقش معك أيضا قضية التحديات التي تقف أمام الإذاعة الوطنية في ظل هذه التحولات التي تحدث في السماء، في السماء الإعلامية. شكرا لك على المتابعة، شكرا لك على هذا التوضيح، وشكرا لك على الكتاب. الكتاب نحن قلنا إن هذا النوع من الكتب هو قليل وقليل جدا، موجه للطلبة وموجه حتى لغير المختصين. قدمت كتابا مهما هو الإذاعة كما رأيتها وكما أراها، وكما أراها لو أسمعت، وكما أراها يعني معناها هذه رأي. قدمت استراتيجية للنهوض بالإذاعة، للنهوض بالإذاعة. هذا يبقى مجرد رأي، يعني مجرد رأي واحد مهني، يعني أنا لا ألزم به أحدا. على الجانب التاريخي أكثر ما اقتصرنا، نعم. الوقت لا يكفي، ولكن في كتابك قدمت خطة للنهوض بالإذاعة، وأنت الإذاعي المقتدر ويعرفك كل الذين كانوا يتابعون الجيل الوسيط إن صح التعبير، السبعينيات والثمانيات والتسعينيات وبداية الألفين. شكرا لك لأنك كنت إذاعيا قديرا، وشكرا لك لأنك تثري المكتبة الجزائرية بهذا النوع من الكتب. شكرا لكم أولا، وشكرا لك أنك أخرجتني يعني من التوغل في النسيان، يعني معناها عند ربما عند المشاهد وعند المستمع. أتمنى لك ولكم جميعا النجاح ومزيد من التوفيق. شكرا لك، شكرا لك. وأنتم مشاهدين الكرام، شكرا لكم على المتابعة. نلتقي بعد أسبوع إن شاء الله. إلى اللقاء.